شوفيو كل مرة أخيرا لقيتك يا كلب. فايدة طالع من البيت بهذا الشكل، صح أنت ولا مجنونة؟ أقول لك ما أبي أسمع كلام كثير، شهد على روحك. أوف، ما أخذ من الحبوب اللي في البيت؟ إيه، كنت مصدعة شوي وأخذ حبة من ثوبك. هذا مو موضوعنا الحين. الله لا يوفق إبليسك، هذه حبوب الجرأة، شلون أخذتي؟ بعدين أشرح لك بعدين. والله أقول لك لا تغير الموضوع. وش موضوعك؟ لا 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 خلاص خلاص، بدون رشاش، بدون رشاش، بدون رشاش، الله يرحمه. موضوعنا إن هالنذل مشبك مع أخت راعي البيت، يبي يتزوجها عليه. لا يا ليلى انا اتزوج عليك، هذا معقول؟ انت فاهمه غلط يا حبيبتي. شوفي اقول لك باخذ روحك، مو بتفاهم معك. لا لا شو خليني اشرح لك الموضوع. طيب ما في تفاهم مع نذل مثلك يا بنت الحلال.